نظمت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات في مدينة رام الله اليوم ورشة تحت عنوان الديانات السماوية ونبذ الإرهاب بحضور العديد من رجال الدين مسلمين ومسيحيين ومن طائفة السامرية وممثلين عن مؤسسات حقوقية. نحن انطلقنا في الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من خلال دعوتنا لرجالات الدين الذين يعيشون ويستقرون ومواطنو هذا البلد وبالأخص الديانات السماوية الثلاث اللي هم السمرة في جبل جرزيم والمسلمين والمسيحيين. واليوم فعلا تحدث رجال الدين بإسهاب عن هذه المسألة وهناك عدة توصيات اتخذت في كيفية فعلا تفعيل الفكر التربوي. رجال الدين أكدوا أن الممارسات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا والانتهاكات اليومية بحق القدس والمقدسات تعد أكبر مثال على الإرهاب ويجب محاربته بكل الوسائل. نبذ الإرهاب وطبعا تعليم أبنائنا ومجتمعنا الفلسطيني نبذ الإرهاب وأن الديانات جميعها تحارب الإرهاب وأن لا نقف بصف الإرهاب أو لا سمح الله ينجرف مجتمعنا الفلسطيني الذي اعتدنا على هذا المجتمع المؤمن تاريخيا والمحب لبعضه البعض والذي دوما كان يتبع التعاليم الدينية التعاليم السماوية. فاليوم دورنا كرجال دين كمسؤولين أن ننشر التعاليم الدينية تعاليم التسامح والمحبة. أليست الحفريات إرهاب؟ أليست اقتحامات المسجد الأقصى إرهاب؟ أليست المحاكم الإسرائيلية التي تحكم علينا إداريا إرهاب؟ أليست الدول التي تدعم إسرائيل هي دول إرهاب؟ أنا أعتقد أن الإرهاب الإسرائيلي هو أخطر إرهاب في الكون وعلينا جميعا أن نوقف هذا الإرهاب. في الوقت الذي تعاني منه شعوب المنطقة من يد الإرهاب وجرائمه خاصة في العراق وسوريا يلتقي ممثلو الديانات في فلسطين من أجل إعلان نبذ الإرهاب والوقوف في وجه محاولات زج الدين في الانتهاكات والجرائم الجارية ورفض كل الممارسات التي تتستر تحت ستار الدين. سارة العدرة، تلفزيون وطن، رام الله.